لينا ولينا محمد في بيت أسامة مروة شاهدوا المزيد من التفاصيل. شاركت لينا محمد امبارح مجموعة من الستوريات على صفحتها بالسناب، كشفت من خلالها لنا انه هنن رايحين يصوروا فيديو مع أسامة مروة، ويذكر انه أسامة هاي السنة قام بتصوير برنامج لرمضان اللي كان عبارة عن طبخ، وكانت أول ضيفة في برنامج أسامة نارين بيوتي، والبعض بيتوقع أنه ممكن نشوف مشاهير تانيين في برنامج أسامة، من بينهم شيرين بيوتي اللي متحمس الجمهور يشوفها في برنامج أوسي. أوسي يا طير بتحس ماشي رايحة أتكشخ وأعمل وأصور وايد شغلات. حزروا البلد، حزروا 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 بسرعة، حزروا لوين أنا جاي.